أن تسكن العراق يعني أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة نزيف الدم بأشكاله المختلفة، فإن لم يصبك عمل إرهابي يطيح بك جثة هامدة، فمن الممكن أن تكون ضحية لتقاليد مجتمعية تحد من حرية الفرد العراقي، وغالبا ما تكون المرأة هي الضحية. جرائم الشرف تتصدر الواجهة وتدق ناقوس الخطر نتيجة تهاون بعض الجهات مع مرتكبي تلك الجرائم وغياب القوانين التي تعالج العنف ضد المرأة والطفل. الموضوع اللي صار ويانا طبعا هذا قريب علي كلش، بنت خالتي مو غريبة يعني، اكتشفنا انه اختفت فجأة بعد ما يعني سألنا انه بنت خالتي وين. الأحداث باختصار كما هي، تعرفت على شخص بالتليفون، مجرد أن تعرفت عليه الشخص كان يحبها من المنطقة، حاول يتقدم لها أكثر من مرة، من عرفه أخوتها أنه هي عندها علاقة به بالتليفون أنه حياتها رأسا. حالات انتحار عديدة لنساء وفتيات سجلت في المؤسسات الحكومية، إلا أن سلسلة التحقيقات ونتائج الطب العدلي بحسب خبراء القانون أثبتت غالبيتها جرائم قتل متعمد ارتكبها الأقرباء أو الأهل تحت ذريعة غسل العار أو كما تعرف بجرائم الشرف. الشرف اللي عند البعض هو تحت عنوان غسل العار، لكن هي مو جريمة غسل العار. من تجي على حيثيات التحقيق مو جريمة غسل العار، وإنما مجرد أنه كان اكتشف الأب أو الأخ أنه هناك علاقة بشخص أو أنه اتصال هاتفي حصل من فلان، خصوصا في المجتمع الريفي قد يكون يتم قتلها وتبويب الحادث أو الجريمة على أنه انتحار. بالتالي اكتشف التحقيق أنه هي جريمة قتل، واعترف القاتل أنه الأب أنه هو قتلها تحت عنوان غسل العار. غياب الوعي وانتشار الجهل وسيادة المعتقدات والأعراف العشائرية بدلا من سلطة القانون أجازت قتل النساء لأسباب غالبا ما تكون مبنية على الظن والوشاية من حاقد وغير مستند على دليل مادي ملموس حول ارتكاب المرأة المغدورة لفعل مخل بالأخلاق أو يمس الشرف. جرائم الشرف، قتل تحت أنظار القانون، والعراق في صدارة الدول العربية حيث لا تزال النساء العراقيات تدفعن ثمن الأعراف العشائرية التي أصبحت تبرر على أنها حالات انتحار هربا من المساءلة القانونية التي تصل أحكامها إلى المؤبد بحق المرتكبين. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.